يلا ها لا خدنا نشكو وقت عايز طيب الاول ده اللي هي ايه بالعربي كبري كبري فقط تلوية واضح من اسمها كان مكانها موجود فين يبقى في منها كم واحدة كده ما شاء الله عايزين نعرف ايه بقى عايزين نعرف الميكروبيوم الهرمون اللي بتصنعها وبتفرزها الادرينال كورتكس الهرمون اللي بتصنعها وبتفرزها الادرينال كورتكس وبعدين نعرف الهرمونات دي ايه البريكيرسور بتاعها البريكيرسور اللي هو ايه هو تمام اللي هو البيرنت بلوكيول بتاعها يعني جايه من البيرنت بلوكيول اللي بيدينا الاسترويد هرمون دي اللي بتيجي من الادرينال كورتكس ايه وبعدين خطوات التصنيع ستكس وبايوسينثيسيس يعني باختصار كده خطوات التصنيع بتاعتها خطوات التصنيع تهمنا في ايه خطوات التصنيع دي رياكشنز والرياكشنز فيها ايه انزيمز الرياكشن بتبقى كاتالايزد باي انزيم وساعات فيها زي ما هنشوف في جينيتك ديزيزز او ديزيزز عامه ممكن تحصل بسبب نقص واحد من الانزيم فاحنا لازم عشان نبقى فاهمين ازاي الديزيز ده حصل او ايه اللي بيحصل فيه لازم نكون عارفين خطوات التصنيع عشان نعرف لما الانزيم ينقص بيبقى تاثيره ايه يبقى دي بقى نيمز هرمون سينثيسايز اند سيكريتد ستيبس اوف سينثيسيس خطوات التصنيع البريكيرسورز الميكانيزم اوف سيكريشن اند ترانسبورت اند ديجريديشن وان سيكريشن اوف ايتش اوف ذا رينو بارتيكل هرمون اوكي خلونا نبدا دلوقتي عارفين اسمه الادرينال كورتكس الادرينال جلاند دي متقسمه ايه لجزئين ادرينال كورتكس وادرينال مضاد الكورتكس اللي هي ايه؟ القشره اللي هي المنطقه الخارجيه او الطبقه تمام والمظله اللي هي الاكبر اوكي الادرينال كورتكس نفسها هيستولوجيكالي بتتكون من ثلاث اجزاء الزودا والمريلوزا ايوه تمام على الصوديوم والبوتاسيوم اساس الميدل كورتيكال لير الجزء الوسطاني بقى ده الجزء الكبير فيهم اسمه زونا فاسيكيولات الزونا فاسيكيولات بيفرز الجلوكوكورتيكويدز اشهره طبعا الكورتيزول وفي كورتيكوستيرول كورتيزول وكورتيكوستيرول اوكي طب ليه بنسميها جلوكوكورتيكويدز؟ بتفكت الجلوكوز ميتابوليزم امونج اذر اكشن طبعا الكورتيزونات ليها اكشنز كتير من ضمن الاكشن المهمه بتاعتها اللي هي بتعمل جلوكونيوجينيسيس وبترفع مستوى الجلوكوز في الدم الديبست لاير الزونا ريتيكولاريس الزونا ريتيكولاريس دي عشان كده ريتيكولار يعني زونا ريتيكولاريس ودي بتفرز اندروجينز زي الدي هايدرو ايبي اندروستيرون والاندرو ستنديون دي هايدرو ايبي اندرو ستيرون والاندرو ستنديون ترى عموما تبذل 6 ستيرويدز مو بس الاندروجين صح؟ زي الاستروجين تمام شفت الاستروجين برضه تمام هنا كان بين ايه برايمري برايمري برودكت يعني اللي هو ايه الحاجه الكبيره فيهم يعني ده برضه شكل يوضح يعني نفس الكلام دون الجلوكوز مره بس قطاع عرضيه فاسيكيولاتا ريتيكولاريس وبعد كده الادرينال مضاد. الزونا جلوميرولوزا كده خلاص فاهمين ان هي تحت الكبسول على طول وبتكون
بتزود 15% بتفيد اساسا للالدوستيرون. الانزيم بقى الانزيم الكي انزيم في الالدوستيرون سينثيسيس اللي هو يعني بيصنعها في اخر خطوه اللي هو الايه؟ الالدوستيرون سينثيس انزيم. الالدوستيرون سينثيس انزيم هو الالدوستيرون سينثيس انزيم ده صراحه في اكتيفيتي وفي انزيم مع بعض، بس ايه انا جبت لكم الاسم المختصر بتاعه بحيث يبقى سهل. الالدوستيرون سينثيس انزيم السنسيتيف الالدوستيرون از كنترولد باي اكسترا سيلولار فلويد كونسنتريشن اوف انجيوتنسين 2 اند بوتاسيوم، يعني بيتاثر بالايه؟ بالصوديوم والبوتاسيوم والانجيوتنسين 2 زي ما نشوف. السودا فاسيكيولات او دي اكبر ليه بتكون 75% 75% وبتسكريت الجلوكوكورتيكويد اللي هم ده الجلوكوكورتيكويد يعني اللي هم الكورتيزون والكورتيكوستيرون. يعني جلوكوكورتيكويد كورتيزون وكورتيكوستيرون كنترولد باي هايبوثالاميك بيتيوتري اكسس. هنشوف ايه الكلام ده طب بالتفصيل من خلال الادرينوكورتيكوتروبيك هرمون. الزون ارتكولاريس الديبست لاير بتفرز الاندروجين زي دي هايدرو اي بي اندروستيرون اند اندروستيديون اند سمول اماونت اوف استروجين اند كنترولد برضه باي ادرينوكورتيكوتروبيك هرمون. عندنا دلوقتي باقي ثلاثة فاميليز أو ثلاثة جروبس أوف استرويد هرمونز اللي هم إيه؟ مينرال كورتيكويد، جلوكوكورتيكويد، وسكس هرمون. مينرال كورتيكويد وجلوكوكورتيكويد وسكس هرمون، أوكي؟ كلهم دول استرويد هرمونز وكلهم جايين من بريكيرز واحد، كلهم ليهم بيرنت مولكيول واحد اللي هو إيه؟ كوليسترول تمام، فكلهم بيتصنعوا من الكوليسترول. لكن الأني منطقة إيه اللي بيخلي particular zone of the adrenal cortex synthesize and secrete a specific type of steroid hormones؟ ده بيعتمد على ال concentration وال activity of enzymes اللي موجودة في التيشو ده. يعني اللي بيعتمد في الحكاية دي إيه؟ التيشو اللي بيعتمد على الحكاية دي التيشو في أنمو انزيم 5 في ايه الانزيمات اللي اكتف فيه موجودة وايه الانزيمات اللي مش اكتف او مش موجودة. فهنلاقي الزونة بالبولوماريولوزا اللي هي بتفرز ايه؟ الالدوستيرون. هتلاقيها فيها هاي كونسنتريشن اوف ذا انزيمز ريكوايرد فور الالدوستيرون سينثيسيس. بات لاك هتلاقي في ديفيشنسي في الانزيمز ريكوايرد فور فورميشن اوف كورتيزول اند اندروجين. هو ده اللي يخلي الزونة بالبولوماريولوزا تطلع الالدوستيرون بالذات. ليه؟ ان الانزيمز المسؤوله عن تصنيع الالدوستيرون موجوده فيها وفره. وهتلاقي بالعكس بقى في الزونه فاسيكيولاتا والزونه فاليكولاريس هتلاقي الانزيمز المسؤوله عن تصنيع الالدوستيرون مش موجوده خالص في الزونه فاسيكيولاتا والزونه ريتيكولاريس، وبالمقابل موجود الانزيمز المسؤوله عن تصنيع الكورتيزون والاندروجين. يبقى كلهم بيتصنعوا من بريكرز واحد اللي هو الكوليسترول. أنه هرمون which hormone will be synthesized and secreted depends on the enzyme file أو the enzyme present in this particular zone. دي خطوات التصنيع. وما فيش بد يا جماعة من إنكم تحفظوها. يعني لازم تحفظوها. وأضع أخف من أضع ما تحفظوا بيه أحسن ما تحفظوا بيه. أوكي؟ إيه؟ خليكم تحفظوا بيه عشان تبقوا فاهمين القصة ماشية إزاي. يبقى احنا عندنا هنا الثلاثة فاميليز اوف سكس هرمون من الكورتيكويد زي الالدوستيرون والجلوكوكورتيكويد الكورتيزول وسكس هرمون اندروجينز اند استروجين. دول الثلاثة جروبز اوف استرويد هرمونز بيتصنعوا كلهم من بريكرز واحد اسمه كوليسترول. اسمه ايه؟ كوليسترول. سهلة اول خطوة خلصت تاني. كوليسترول هيتصنع منه هيدينا بريكنينولول
الكوليسترول هيبقى كونفرتد تو برجنانولون بنزين اسمه كوليسترول ديسموليز. مش مشكله ده، مش مشكله ده، مش داخل في حاجه. المهم الكوليسترول هيدينا برجنانولون. ايه بس الزهري؟ بس الزهري؟ البنج؟ لا ده الزهري ده الزهري. البرجنانولون ده بقى قدامه سكه من سكتين، يا اما يحصل له هيدروكسيليشن يا اما ما يحصلوش هيدروكسيليشن. اوكي؟ يا اما يحصل له هيدروكسيليشن يا اما ما يحصلوش هيدروكسيليشن. لو ما حصلوش هيدروكسيليشن هيدينا في الاخر ايه؟ الكوليسترول. لو حصل له هيدروكسيليشن هيدي واحد من اثنين، يا اما كورتيزول اللي هي الكوكورتيكويد يا اما سكس هرمون. فدلوقتي لو حصل له هيدروكسيليشن، الانزيم المسؤول عن هيدروكسيليشن اسمه هيدروكسيليز. الانزيم بيعمل هيدروكسيليشن اسمه ايه؟ هيدروكسيليز. في اسهل من كده؟ بس هو بيعمله عند ظاهره الكربون نمره 7 17 سوري 17، يبقى 17 الفا هيدروكسيليز. يبقى الانزيم اللي بيعمل هيدروكسيليز اسمه ايه؟ 17 الفا هيدروكسيليز. 17 الفا هيدروكسيليز يحول البريجنينولون الى 17 الفا هيدروكسي بروجنينولون. سهل كده؟ كوليسترول بريجنينولون هيدروكسيليشن، يبقى 17 الفا هيدروكسي بروجنينولون. عشان يكمل بقى 17 الفا هيدروكسي بريجنينولون ده يكمل يدي 6 هرمون، هيشتغل عليه انزيم اسمه لايز. لايز ده انزيم لو تفتكروا من السنه اللي فاتت اللي هو بيكسر ويساوي كانديشن اوف ووتر. يعني انت لما تكسر كده على الناشف من غير ما تضيف ميه تكسر مركب، يبقى الاكتيفيتي دي بتاع الانزيم ده اسمه لايز غير الهيدروليسيس. الهيدروليسيس تكسر باي اديشن اوف ووتر غير الفوسفوريليز. الفوسفوريليز يكسر باي اديشن اوف فوسفين. يبقى انت ممكن تكسر من غير حاجه خالص، يبقى الاكتيفيتي هنا بتاع الانزيم ده اسمه لايز. او تضيف H2O يبقى هيدروليسيس، او تضيف فوسفيت وانت بتكسر يبقى فوسفوريليز. المهم الانزيم ده هيحول ال 17 الفا هيدروكسي بريجنينولون الى دي هيدرو ابي اندروستيرون. دي هيدرو ابي اندروستيرون وليه اختصار دي اتش اي اي. دي اتش اي اي في مصر احنا عندنا بيقولوا عليه داهيه، عشان داهيه دي ليها معنى عندنا، يعني راح في داهيه فبيقولوا عليه داهيه، اختصار دي اتش اي اي. اوكي؟ ماشي يا جماعه؟ بعد كده او ده اول اندروجين، وهيدي بعد كده بقيه التستوستيرون والاستروجين. اوكي؟ طيب ال 17 الفا هيدروكسيليز خلاص احنا كده مشينا معاه لغايه ما ادانا اول اندروجين. ممكن يكمل في سكه ثانيه اللي هو يدي الكورتيزون. في انزيم يجي هنا بقى انزيم اسمه 3 بيتا هيدروكسي ستيرويد دي هيدروجينيز. 3 بيتا هيدروكسي ستيرويد دي هيدروجينيز شغلانته ايه؟ شغلانته شغلانته دي هيدروجينيز، يعني يشيل هيدروجين. وهنلاحظ هنا بقى ان الانزيم ده موجود في مفترق طرق مهم جدا. الانزيم ده دي هيدروجينيز ده اللي اسمه 3 بيتا هيدروكسي ستيرويد دي هيدروجينيز موجود في نص الطريق بتاع تصنيع الثلاثه استرويد هرمونز، ال 3 فاميليز اوف استرويد هرمونز. فلو ده مش موجود هيبقى في ايه؟ ديفيشنسي في ال 3 استرويد هرمونز، تمام؟ يعني لو في ديفيشنسي في ده هيؤدي الى ديفيشنسي اوف ذا 3 فاميليز اوف استرويد هرمونز، سواء مينرال كورتيكويد او جلوكو كورتيكويد او 6 هرمون. اسمه ايه بقى الانزيم ده؟ 3 بيتا هيدروكسي استرويد دي هيدروجينيز. اوكي؟ احنا دلوقتي عندنا البريجنانولون 3 بيتا هيدروكسي ستيرويد دي هيدروجينيز اتحول الى بروجستيرون. بروجستيرون ده ايه؟ 6 هرمون برضه. الاستروجين والبروجستيرون معروفين على طول مع بعض كده. بروجستيرون. وال 17 هيدروكسي بريجنانولون اتحول الى 17 هيدروكسي بروجستيرون. ايه الفرق بينهم؟ هيدروكسي ضربة الكربون نمره 17، تمام؟ مش يعني ضربة الكربون لا دي هيدروجينيز يشيل هيدروجين. دي هيدروجين يعني ريموفال، هيدروجينيز يعني يشيل يعمل ريموفال للهيدروجين. دي عكسها ريدكشن، يعني عكسها تعمل ريدكشن بعد كده تضيف هيدروجين. فدلوقتي لو بريجنينولون هيدينا ايه؟ بروجستيرون بالانزيم ده. لو سيفنتين هيدروكسي بريجنينولون منطقي انه يدينا سيفنتين هيدروكسي بروجستيرون. اوكي؟
بعد كده نعمل هيدروكسيليشن تاني عند ضغط الكربون نمره 21 هيدينا ايه؟ البروجسترون يدي 11 دي اوكسي كورتيكوستيرون. 11 دي اوكسي كورتيكوستيرون. كورتيكوستيرون ده جلوكوكورتيكويد بس 11 دي اوكسي يعني ناقصه ايه؟ اكسجين في ضغط الكربون نمره كام؟ 11 تمام؟ يبقى البروجسترون ب 21 هيدروكسيليز يعني ضغط هيدروكسيل عند ضغط الكربون نمره 21 اتحول الى 11 ديوكسي كورتيكوستيرون. ال 17 هيدروكسي بروجستيرون بنفس الانزيم اللي هو 21 هيدروكسيليز ادانا 11 ديوكسي كورتيزول. يبقى ده كورتيزول بس ناقصه اكسجين في ضغط الكربون نمره 11. اوكي؟ ناقصه اكسجين بس في ضغط الكربون نمره 11. ماشي كده يا جماعه؟ يبقى ده الديوكسي كورتيكوستيرون عشان يتحول الى كورتيكوستيرون محتاج بس هيدروكسيليز يضيف له ذره اكسجين ويحول ال H الى او H يحولها الى هيدروكسيل جلوكوز. يبقى يجي هنا انزيم اسمه 11 11 بيتا هيدروكسيليز هيحول الديوكسي كورتيكوستيرون الى كورتيكوستيرون. الكورتيكوستيرون بانزيم اسمه الدوستيرون سينثيز هيدينا ايه؟ الدوستيرون. طبعا هنا كان الانزيم هو الكافيتيز بتاع الانزيم موجودين هو الاسم تاني الدوستيرون سينثيز. رحت استغليت موهبتي في الفوتوشوب وايه وعملت اللي هو الـ بتاع البيرفكت الشغل البيرفكت كده وحطيت كده لو عايزين اي حاجه فوتوشوب بقى هاتوها لي. 11 ديوكسي كورتيزول ده اللي هو الانزيم ده اللي هو 17 الفا هيدروكسيليز دي اسم تاني خلاص يعني ده سيبكم منه وده كمان سيبكم منه مش مشكله. كان ده في 17 الفا هيدروكسيليز كان دي هيدروجينيز ده الهيدروكسيليز ده والهيدروكسيليز ده اربع انزيمات اهو. اوكي يعني دكتور عادي يحفظ على اسم واحد يحفظ احفظ على اسم يعني احنا لما نكمل يا جماعه انتوا بعد كده ده هيجي له بعد كده كلينيكال كورليشن فبعد كده هيبان ايه المهم اللي لازم تبقوا عارفينه. انا اقصد ان ده مش مشكله الخطوه دي سيبكم منها. اوكي يعني انا ما قلتوش ده ما فيهوش مشكله ده نفس الهيدروكسيليز ده نفس الهيدروكسيليز ده هو بي 450 سي 17 هو ده نفس الانزيم بس مره بنسيبكم من الخطوه دي خالص. اوكي ما تشغلوش بالكم بيه يعني عندنا هنا الانزيم 17 الفا هيدروكسيليز ال 3 بيتا هيدروكسيسترويد بي هيدروجينيز 21 هيدروكسيليز وال 11 هيدروكسيليز. اوكي يبقى دلوقتي يا جماعه لو ال 21 بيتا هيدروكسيليز ده فيه ديفيشنسي ايه اللي هيحصل؟ هل هنحصل على الدوسترون او الكورتيزول؟ لا لا مش هنقدر نحصل لان السكه دي قفلت. فيحصل ايه؟ يحصل شنط للميتابولايتس دي انها تمشي طالما السكه دي قافله لان مثلا مواسير ميه قفلت الماسوره اللي بتمشي هنا هتلاقي الميه كلها مشيت فالماسوره المفتوحه فيحصل شنط للانترميديت دي للباسوي اللي هو بتاع ايه؟ بتاع الاندروجين سنسز بتاع سكس هرمون سنسز. يبقى لو حصل 21 بيتا هيدروكسيليز يحصل ديفيشنسي في الالدوستيرون والكورتيزول وهيحصل زياده في الايه؟ في الاندروجين اساسا يعني. اوكي؟ ماشي كده؟ يبقى احنا الكوليسترول بيدي بريكونولول، بريكونولول قدامه ايه؟ سكه من سكتين، يا اما يحصل له هيدروكسيليشن يا اما ما يحصلوش هيدروكسيليشن. لو حصل له هيدروكسيليشن ممكن يدي جلوكو كورتيكويد وممكن يدي السيكسون للاندروجين اساسا. لو ما حصلوش هيدروكسيليشن هيدينا ايه؟ الفو استرول. اوكي؟ يبقى لو حصل له هيدروكسيليشن هيدينا سكس هرمون ده يمشي عليه سكه السكس هرمون ويمشي في سكه تصنيع الكورتيزول. سواء ده او ده كلهم في الاخر بيعدوا على سكه واحده بتاع دي هيدروجينيز اسمه 3 بيتا هيدروكسي سترويد دي هيدروجينيز. ده الثلاثه بيعدوا عليه فلو الانزيم ده ديفيشن هيحصل ديفيشنسي في الثلاث ثري فاميليز اوف سكس هرمونز. لو موجود خلاص الخطوات هتكمل. الخطوات هتكمل ازاي؟ البريكنولول هيبقى بروجستيرون وال 17 هيدروكسي بريكنولول هيبقى 17 هيدروكسي بروجستيرون. نكمل مع البروجستيرون بقى. البروجستيرون هيتحول الى 11 ديوكسي كورتيكوستيرون باي 21 بيتا هيدروكسيليز و الهيدروكسي بروجستيرون هيتحول الى 11 ديوكسي كورتيزول. الكورتيكوستيرون ده هيبقى كورتيكوستيرون ده و
جلوكوكورتيكويد وبعد كده بالالدوسترون سينثيز يدينا الدوسترون وال11 ديوكسي كورتيزول هيبقى كورتيزول وقف على كده لان ده ايه؟ ذا موست اكتف جلوكوكورتيكويد. يبقى هنا في الانزايم ده 21 بيتا هيدروكسيليز مش كومن.